الأسير عبد الله صالح فارس المالية، عمره 37 عاما، وهو من أم الفحم في الداخل المحتل. هذا الأسير الذي يصنع أملا رغم أنياب الأسى والألم والجراح، يصنع من اللاشيء أشياء كثيرة، ينتصر على كل معاني القهر والجراح. أهلا بكم جميعا في هذا الحفل الجميل المزيون بالصلاة على الحبيب محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا ربنا لك الحمد أن أكرمتنا بالعيش هنا على أرض فلسطين الطاهرة المباركة، ولك الحمد أن جعلتنا ممن يجاهدون لرفعة هذا اللواء، لواء الحق والجهاد والمقاومة. يا ربنا لك الحمد أن شرفتنا بذروة سنام الإسلام، ولك الحمد أن جعلت منا الشهداء والأسرى والجرحى، ولك الحمد أن كتبت لنا العزة والكرامة منهجا، ولك الحمد أن صيرت فينا أبطالا يحملون البندقية والصاروخ، يحملون العزم والإرادة، يواجهون الموت، يقهرون الموت، يصنعون الحياة، يدفون بشريات الانتصار. والصلاة والسلام على سيد الأطهار وقائد الثوار محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حفلنا الكريم، ما أجمل هذا اليوم الذي نقف فيه في شمال غزة الصامدة العظيمة، هذه القلعة الشماء الشامخة التي مررت أنوف بني صهيون في التراب، هذه القلعة التي يشهد لها الجميع بأنها خرجت أبطالا وأسودا ورجالا جابه الموت وخرجوا للمحتل من خلف خطوطه وأذاقوه الموت الزؤام ولقنوه دروسا قاسية حتى يتأدب حينما يفكر أن يلج إلى غزة وإلى شمال غزة. فكل التحية وكل التقدير إلى غزة وإلى شمالها الذي هو جزء أصيل منها في هذا المقام العظيم الذي نحتفل ونحتفي فيه بين عائلتين مجاهدتين يرسمان معنى الوحدة الحقيقية على أساس الوطن والثوابت، وعلى أساس جمع الوطن بكافة مكنوناته ومكوناته. فالعريس من أم الفحم في الداخل المحتل، والعروس من شمال قطاع غزة، يرسمان معا لوحة فنية جميلة عظيمة مكتوبة بمداد من نور يشع لنا أملا وثقة ويقينا بما عند الله سبحانه وتعالى من بشريات للفرج والفجر القادم القريب بإذن الله تعالى. هذا العريس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة منذ عام 1999 وإلى يومنا هذا، قضى 18 عاما داخل قبان وزنازين المحتل الغاشم، لكنه من ثنى ومن حنى ما لانت عزيمته وما ضعفت إرادته، بل ظل قويا عظيما شامخا عزيزا ثابتا أصيلا قويا منغرسا كما أشجار النخيل والزيتون في هذه الأرض المباركة. هذا الأسير عبد الله صالح فارس إخبارية الذي تحدى قهر وانتهاكات المحتل وأصر على أن يعلن الفرح رغم كل الأسى ورغم كل الحزن، هذا العريس الذي يرسم لوحات جميلة يعجز الجميع عن وصفها ليكون
ممن لا ينسون الجميل ولا ينسون الفضل. فذكر شيخ الأقصى الذي هو من أم الفحم الشيخ رائد صلاح، والذي كان شبابنا أول أمس قد قادوا حملة بعنوان كلنا شيخ الأقصى، وفاء له ولعطائه ولجهوده التي لا يكل عنها ولا يمل، دفاعا عن الأقصى ودفاعا عن الأسرى ودفاعا عن فلسطين، كل فلسطين. وإن كريم يونس وماجد يونس ونائل البرغوثي الذين لهم أكثر من 37 سنة داخل سجون الاحتلال الصهيوني ستكون معهم بيننا قريبا بإذن الله، سيكون بيننا جمال أبو الهيجة وحسن سلامة وعبد الله البرغوثي، سيكون بيننا كل القادة والمجاهدين الذين عمل الشهداء بكل قوة وكل إرادة أن يكونوا بيننا، استشهدوا من أجل حرية هؤلاء، وسيكون حلم الأسرى محققا قريبا بإذن الله. في هذا اللقاء نشكر وزارة الأسرى، هذه الوزارة العديدة التي لها كل حب وكل تحية وتقدير، ممثلة بوكيل وزارة الأسرى الأستاذ الحبيب أبو بكر المدهون، جزاه الله كل خير. والشكر موصول إلى مسؤول الحركة في الشمال الشيخ المؤسس أبو حسين البطش، وإلى الإخوة الكرام الذين يجلسون على المنصة كبارنا وأحبابنا، وإلى ممثل عائلة الحرثاني في هذا اللقاء أبو أحمد الحرثاني، وإلى الإخوة الضيوف جميعا الذين نحييهم تحية كبيرة في هذا اللقاء على هذا التشريف وعلى هذا الحضور. الآن مع وصفة فرقة الأحرار فلتتفضل مشكورة على بركة الله لنستمع إلى نشيد الحرية والأحرار. الله عظم قدر جاه محمد، الله عظم قدر جاه محمد، وأنا له فضلا لدي عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه، في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الراجون منه شفاعة، يا أيها الراجون، يا أيها الراجون منه شفاعة، صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل، دمع عيني كم يسيل وفؤادي كم يميل، كلما أزف الرحيل زاد شوقي للحبيب. هل حقا تشتاق إليه، ترجو أن تسقى بيديه؟ هل حقا تشتاق إليه، ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها، أرغم ليت اليوم علي. هل حقا تشتاق إليه، ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم علي؟ هل الفائز حقا
الحمد لله. الحمد لله وعلى المؤمنين الصادقين بالنصر والتمكين رغم أنف المبطلين. الحمد لله الذي أحل الزواج وجعله وسيلة شرعية وآية من آياته، وسيلة شرعية لبناء الأسرة المسلمة والبيت المسلم والمجتمع المسلم على منهاج النبوة، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقول الله جل في علاه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأشهد أن لا إله إلا الله يجيب المضطر إذا دعاه، وأشهد أن محمد رسول الله بشرنا بالنصر فقال: إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أخي الحبيب، أخي المجاهد عبد الله، هذا يوم من أيام الله، هذا يوم مشهود، أسأل الله جل في علاه أن يفك أسرك. كم نحن في هذه اللحظات العظيمة، في هذه اللحظات المجيدة، نقف سعداء، نقف والفرحة تغمرنا، ونحن نعلن خطبة الأخ المجاهد عبد الله صالح البرية، نعلن ونشر خطبة ذلكم الأخ المجاهد المحرر عما قريب بإذن الله، رغم أنف المبطل، المحرر عما قريب بإذن الله. نعلن خطبته لكلمة الأخ أبو محمد الهثاني ياسمين يوسف الهثاني، نسأل الله جل وعلا أن يكون زواجاً ميموناً ومباركاً. ومن أهمية المكان أن نؤكد أن الأخ القائد عبد الله، كما علمت من محبيه، كما علمت من إخوانه، أن هذا الرجل يتمتع بدين قويم وبخلق عظيم، بمحامد الأفعال وبجميل الخصال، صاحب همة عالية،
صاحب إرادة قوية، صاحب عزيمة صلبة. نسأل الله جل في علاه أن يبارك فيه وأن يرفع قدره وأن يعلى شأنه. وكان كما علمت يحب الشهداء وذوي الشهداء من باب الوفاء للشهداء والشهداء، فقطع على نفسه عهدا وميثاقا أن تكون شريكة حياته امرأة شهيد، امرأة شهيد. وكان بإمكان أن يتزوج أي شاب أو أي فتى، ولكنه حبا للشهداء ووفاء للشهداء ولذوي الشهداء أبى إلا أن يتزوج امرأة شهيد. ونسأل الله أن يحقق ما يصبو إليه، نسأل الله أن يحقق ما يرجوه وما ينشده وما يصبو إليه، وأن يفك قيده ويفك أسره وما ذلك على الله العزيز. وإخوان إخواني الكرام، أيها الإخوة المجاهدون، أيها الأشهر السلطان، رسالتي لإخواني الأصل في هذا المقام أقول لهم بمناسبة خطبة الأخ عبد الله، أقول لهم إخواننا الأسرى أيها الأشاوس، أيها الكماء الأبطال، اعلموا أنكم في سويداء القلب، في سويداء قلوبنا، واعلموا أننا معكم لن نتخلى عنكم، وسنقف بكل ما نملك في سبيل نصرتكم والوقوف بجانبكم والسعي لتحريركم. وقد قطعت الحركة على نفسها عهدا وميثاقا أن تسعى وأن تقوم بعمل دؤوب متواصل بلا انقطاع بغية تحريركم وكسر قيدكم، ونسأل الله أن يتحقق ذلك. إخواننا الأصغر، أقول لكم وبكل صدق، اعلموا أن قضيتكم عادلة وطاهرة طهر ماء السحاب، واعلموا أن الله لن يتخلى عنكم ولن يضيعكم ولن يتركم أعمالكم. فكم عالية، فكم هي عالية همتكم، كم هي صادقة عزيمتكم، كم هي عظيمة إرادتكم، كم هي قوية شكيمتكم. فسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم بما صبرتم على ظلام السجن وظلم السجان، سلام عليكم بما صبرتم على فراق أحبتكم، على فراق آبائكم وأمهاتكم وأبنائكم، فلال أكبادكم وزوجاتكم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أيها الإخوة الأسرى المجاهدون، إخواني الأسرى الكمام، اعلموا أن قضيتكم عادلة كما ذكرت، والله لن يتخلى عنكم وعما قريب وبإذن الله، وأقول هذا بيقين وعلى يقين، عما قريب وبإذن الله سيبزغ فجركم وستشرق شمسكم، شمس حريتكم، وسينكسر قيلكم ويرحل ساجنكم مدحورا ذليلا بإذن الله، وستخرجون من هذه القبور عما قريب، ستخرجون من هذه القبور مرفوعي الهامات، وسنضع الأكاليل على رؤوسكم، سنقبل رؤوسكم، وسنضع أوسمة على صدوركم بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز. ختاما، لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بعظيم شكري وامتناني للإخوة في وزارة الأسرى على هذه الجهود المباركة، على هذه الفعاليات والنشاطات المميزة التي إن دلت على شيء إنما تدل على صدق انتمائهم وعلى عراقة أصلهم، فجزاهم الله خير الجزاء ورفع الله قدرهم وأعلى شأنهم. وأخص بالذكر أخي الحبيب أبو بكر المدون والأخ الأستاذ محمد بن نعمة، جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.